أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حريصة على الاستثمار الأمثل في الطاقات الشبابية وتمكينها بأدوات العلم والمعرفة التي تعزز إسهاماتها في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية. سموه أشار إلى أن الجهود متواصلة لخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام الطاقات البحرينية الشابة وتهيئة البنية التي تعزز فيهم روح الإبداع والابتكار لبناء حاضر مزدهر ومستقبل واعد للوطن، وذلك بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مستشار الشؤون السياسية والاقتصاد بديوان ولي العهد عضو مجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد طلبة الدفعة 23 وأعضاء مجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، حيث هنأ سموه الطلبة على اختيارهم ضمن الدفعة مشيدا بما قدموا خلال الامتحانات والمقابلات من مستويات أداء متقدمة عكست إمكانياتهم وقدراتهم ومثابرتهم وإصرارهم على النجاح والتفوق ودخول برنامج البعثات، منوها سموه بجهود القائمين على برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للوصول للأهداف المنشودة، مثنيا سموه على دور المؤسسات الداعمة لصندوق البرنامج وحرصهم على دعم نجاحات طلبة البرنامج. وأشار سموه إلى ما حققه خريجو البرنامج من الكوادر الوطنية منذ انطلاقته وحتى اليوم من نجاحات على مختلف المستويات، ومنها توليهم مناصب قيادية في المؤسسات على المستوى المحلي والعالمي، والذي هو موضع اعتزاز دائم، ونفخر اليوم بتعيين سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرا للتنمية المستدامة كأول وزيرة من خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية. وقد أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن أسماء الطلبة الذين تم اختيارهم لبرنامج المنح الدراسية العالمية لعام 2022، وتضم الدفعة 23 من الطلبة كل من راشد فهد علي من مدرسة الإبداع الخاصة، زين ياسر الخاجة من مدرسة ابن خلدون الدولية، زينب بشار العرادي من مدرسة سترة الثانوية للبنات، سارة فؤاد زايد من مدرسة النور الثانوية للبنات، سامر إبراهيم أبو حسنين من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، شيرين عباس الأنصاري من مدرسة الوفاء الثانوية للبنات، علي عبد الجليل العنيسي من مدرسة التعاون الثانوية للبنين، ليال خالد حميدان من مدرسة سانت كريستوفر، محمد حسين العكري من مدرسة لنعيم الثانوية للبنين، يوسف جلال النجار من مدرسة سيفن أوكس المملكة المتحدة، وقد وقع اختيار الطلبة لبرنامج المنح الدراسية العالمية لعام 2022 من ضمن 707 متقدمين بحرينيين من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة داخل وخارج البحرين المستوفين لشروط التقديم، وذلك بناء على معدلاتهم التراكمية بالإضافة إلى نتائج امتحان آيلست وامتحانات السات ونتائج البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية والدورة في النقد الفكري التي نظمها البرنامج خلال مرحلة الترشيح العام الماضي. من جانبهم أعرب طلبة الدفعة 23 من برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يوليه سموه من اهتمام ودعم لتمكين الشباب البحريني لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، وهو ما يعكس إيمان سموه بالطاقات والمواهب الشابة. رؤية طموحة واستشرافية من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير الشباب البحريني وصقل مهاراتهم بهدف الانخراط بسوق العمل وتولي مناصب
في القطاعين العام والخاص، في حين يواصل أبناء البحرين تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم. هذا وقد أكد عدد من الطلبة والطالبات الذين تم اختيارهم لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية على مواصلتهم البناء على ما تحقق من إنجازات، معبرين عن فرحتهم وسرورهم للقائهم بصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والفرصة التاريخية التي حظوا بها من خلال هذا البرنامج المتميز. الحمد لله طال عمره، يعني الفرصة اللي أعطانا إياها يعني الصراحة مو أي فرصة، مو نفس أي فرصة في العالم الصراحة، وكان تحدي وايد محفز لي، ويعني كل اللي ياخذون البعثة صدق يستحقونها، لأن كل واحد يشتغل والحمد لله يعني الشغل يجيب نتائج في النهاية. نشكر سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد على هاي الفرصة، وان شاء الله نكون باحسن ظننا ونيب على المراتب، ان شاء الله بنرفع راس البحرين. والله متشاق، قانا يعني خانتني العبره، ما اعرف شو اقول، مو مستوعب ان وصلنا لهالمراحل. حبي ان اشكر ولي العهد على الفرصه اللي اتاح لنا، وان شاء الله ما نخيب ظننا. جدا ممتنه لهذه الفرصه الذهبيه، وحابه اشكر ولي العهد على اعطائها لنا، لان بس عدد محدود من الناس اللي يحصلها. و أحس أن البرنامج هو من أرقى البرامج اللي في البحرين، ويأهبنا إحنا الطلبة أن ننجز ونساهم في تطور البحرين. ألف الحمد لله على فرصة كذي اللي اختاروني لها. أحس روحي يعني اليوم إن شاء الله أن بقدر في المستقبل أن أرفع رأس أمي وأبوي، أن أرفع رأس الدولة. بعد بغينا نشكر ولي العهد وفريق البحرين بقيادة ولي العهد على هذه الفرصة وعلى دعمهم طول هذه الرحلة. وايد مستانسة يعني أن أنا منحت هذه الفرصة، وأن أنا قدرت يعني أن أنا أتوفق وأن أفوز يعني في المنحة. والله البرنامج قام ساعدني أن أقوم أكتشف قدرات ما كانت موجودة فيني. وتولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بالتعليم لما له من دور في دعم عملية التنمية الاقتصادية وتطوير مؤشرات الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية. كل فخر أن ولدي تم اختياره من سمو ولي العهد ضمن الفائزين في منح ولي العهد، وأشكر سموه على إتاحة هاي الفرصة حق الطلبة أن يظهرون أحسن ما عندهم، والحمد لله رب العالمين على التوفيق، وربي يسر حق ولدي كل خير. شكر موصول أولا وأخيرا طبعا لسيدي صاحب السمو ولي العهد على تمكين طلبة البحرين وعلى تمكين المتفوقين من البحرين للحصول على أحسن الدراسات العليا، والتوجيه وطبعا وهاي كلها من توجيه سيدي جلالة الملك وسيدي سمو ولي العهد. والله يحفظ الجميع ويحفظ الأولاد إن شاء الله ويوفقهم بإذن الله. طبعا نشكر سمو الأمير على هذا الرعاية الطيبة، ودائما هذا عهدنا الخليفة، هذه الرعاية للبحرين ولأهل البحرين، وإن شاء الله يكون عند حسن الظن يا رب العالمين. هذا وتحرص مملكة البحرين على الاستثمار في العنصر البشري ودعم الطلبة لمواصلة تحصيلهم العلمي، مما يساهم في التخطيط لمستقبل مشرق لما يمثله هذا البرنامج من دعم ورعاية من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليمنحهم البرنامج الدراسة في أرقى المؤسسات التعليمية الدولية. مملكة البحرين تستثمر بالعنصر البشري كونه الأساس لبناء تنموي مستدام، كون المواطن هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن الغالي، لجعله محورا للتنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.